السلام عليكم أصدقائي، راح أفرجيكم هالفيديو آخر تحديثات استديو يوتيوب من الجوال، والتحديثات هاي كتير مهمة وحلوة وبتنافس التحديثات اللي على الكمبيوتر. خلونا نشوف مع بعض. ندخل على استديو يوتيوب، طبعا بنلاحظ بشكل عام إحصاءات فوق وتحت، أداء آخر فيديو عامله، وتحت عندكم المحتوى. بس تم إضافة كل هالأمور تحت مثل ما شايفينه، صار مثل الكمبيوتر تقريبا. طيب رح نشوف شغلة شغلة. أول شيء إذا رحنا على إحصاءات اليوتيوب، صارت الإحصاءات مثل ما شايفين يطلعوا لكم بشكل عام هون أهم الفيديوهات اللي الناس حابة تشوفها عندكم. بالإضافة إذا فوق قلبتوا راح تشوفوا البيانات وكأنها بيانات كمبيوتر مثل ما شايفين، وحتى الوحدة منهم فيكم تضغطوا عليها وتحطوا مثلا آخر 7 أيام، وصار إذا أشرتوا بأصابعكم كل يوم تطلع إحصاءاته بدون أي مشكلة. طيب إذا نزلتوا لتحت بتلاقوا حاليا أنتوا شو الفيديوهات اللي حاليا عم تنشاف. طيب إذا ضغطنا عليها رح يطلع لنا إحصاءات الفيديوهات كلياتها بالترتيب، وفيكم تحطوا آخر 48 ساعة أو آخر 60 دقيقة مثلا. بالإضافة إنه إذا ضغطتوا على أي فيديو من الفيديوهات اللي تحت فيكم تشوفوا إحصاءاتها بالتفصيل. طيب خليني أرجع لورا أكملكم. إذا رحنا على مستوى الوصول للجمهور بتلاحظوا فوق مكتوب عدد مرات الظهور، كمان بتلاقوا هون مثلا نسبة النقر، هون المشاهدات، هون المشاهدين فريدون، أهم شي هون تحت أنواع مصادر الزيارات، وحتى بقلك شو أهم المصادر، وبقول لك شو أهم عبارات، وبقول لك شو أهم القوائم وهالأمور. إذا رحنا على التفاعل نلاحظ هدول الإحصاءات. إذا رحنا على الجمهور وهذا أهم شيء، صار مثل الكمبيوتر تماما، يعني بغض النظر عن الإحصاءات اللي فوق وعدد المشتركين وهيك، عندكم صار هذا الجدول يطلع وكتير حلو. هذا ما كان يطلع على الموبايل، كان يطلع حصرا على الكمبيوتر. وعندكم هون الأعمار، عندكم الجنس، وعندكم أهم البلدان اللي عم تشوفك، ونفس الإحصاءات التانية. وآخر شيء وأهم شيء عند المشاهدين أو عند اليوتيوبر هي الأرباح، صار فيكم تشوفوا تفاصيل أرباحكم يوم يوم. إذا حطيتوا مثلا آخر 7 أيام، صار إذا أشرتوا بإصبعكم تطلع لكم وكأنكم عم تأشروا بالماوس. بالإضافة إنه فيكم تشوفوا آخر أرباحكم آخر 360 يوم، بتطلع لكم هون شهر شهر مثلا، وأكثر فيديوهات اللي كسبانين منها، وشو مصادر هاي الأرباح وكل هالأمور. طبعا هاي بالنسبة لقسم الإحصاءات مثل ما شايفين تحت. عنا قسم لوحة البيانات، هي اللي بتطلع لكم فيها هاي الصفحة العامة، وتحت حتى صعدكم في قسم تعليقات. إذا ضغطتوا على عرض المزيد صار فيكم تحطوا شو التعليقات اللي تم نشرها، شو التعليقات مثلا اللي في انتظار مراجعة، شو التعليقات اللي لم يتم الرد عليها بعد. إذا شفتوا ما عم بطلع لكم تعليقات معناتها بس بدكم تحطوا إشارة إكس على هاي، وبدكم تحطوا على، إذا رحنا ما بدي أنا في انتظار مراجعة، بدي أحطها تم نشرها. هون بتشوفوا كل تعليقات الناس على فيديوهاتكم، وفيكم فورا تردوا عليهم بدون أي مشكلة. وأخيرا عندكم تحت قوائم التشغيل، فيكم ترتبوا قوائم التشغيل تبعيتكم، فيكم تشيلوا منها فيديوهات، فيكم تشوفوا فيديوهات بدون أي مشاكل، فيكم تشوفوا عدد مشاهدات على كل فيديو بجانب عدد التعليقات وعدد اللايكات، فصاير كله مرتب وحلو.
آخر شيء بدي أفرجيكم إياه، لنفترض أي فيديو عندكم إياه، سواء آخر فيديو تم نشره هون طلع لكم، أو فيديوهات تحت، يعني أنتو فيكم تختاروا أي فيديو بدكم إياه عن طريق الضغط على زر عرض المزيد. ضغطنا على عرض المزيد، مثلا أنا حابب أشوف إحصاءات هذا الفيديو بالتفصيل، فبكل بساطة بضغط عليه. طبعا بيطلع لكم فوق زر مثل ما شايفين هون، عندكم فوق زر القلم، إذا ضغطتوا عليه بصير يسمح لكم تعثوا على الفيديو بدون أي مشكلة، تحطوا العنوان، تحطوا فيديو علني خاص غير مدرج، حتى ميزة الربح وكل أنواع الإعلانات، يعني صار كأنكم عم تدخلوا على استديو يوتيوب من الكمبيوتر. كل شيء حتى هون بالأخير، في ناس بيقول لك وين بدنا نكتب العلامات، وين بدنا نكتب الكلمات المفتاحية، بدك تكتب الكلمات المفتاحية هون من خلال هذا القسم تحت هون، بدكم تضغطوا هون، وأي كلمات مفتاحية ناقصتكم بس تحطوا تكتبوا وتضغطوا على انتر. حتى هون مثل ما شايفين صار فيكم تحددوا انتو شو نوع الفيديو تبعكم، وكل شي كل شي، يعني وكأنه انتو عم بتشوفوه من اليوتيوب. واخيرا طبعا ميزة اذا بدكم تحسبوا فيديو حتى موجودة. طيب افرجيكم الشغلة الثانية، اذا رجعنا ضغطنا على احصاءات الفيديو، بتلاحظوا هون بالتفصيل كل فيديو وشو إجاكم عليه مشتركين، شو إجاكم عليه أرباح، من وين إجت مشاهداته، وحتى الاحتفاظ بالجمهور، يعني مثل الكمبيوتر تماما صار يطلع لك معدل الاحتفاظ بالجمهور. والوقت الفعلي إذا ضغطتوا عليه بيطلع لكم، فيكم تقشروا بإصبعكم تعرفوا كل ساعة كل دقيقة كم مشاهدة إجا على الفيديو، ومن وين إجا هذا المشاهدة، هل إجت من البحث ولا إجت من المتصفح ولا غيره، يعني صاير كتير حلو ومرتب ومنظم استديو يوتيوب الخاص بتطبيق الجوال. ولهون بكون أصدقائي خلاص فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. مع السلامة.